ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العقرب ليوم الاحد 14 نوفمبر تشرين الثاني 2021. الخطط التي قمت بوضعها منذ وقت طويل اوشكت ان تتحقق، فلا تتباطأ بعد الآن، وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك فسوف تحصل على مساعدة من جميع الجوانب، لكن يجب أيضا أن تستجيب بانفتاح للنقد البناء، فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك. لا تنسى أيها العقرب أن أيضا أن تعمل شيئا من أجل جسدك خلال هذه الفترة العصيبة. اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن من خلال ممارسة الرياضة، فهكذا فقط يمكنك تحمل التوتر الذي سوف تواجهه. مهنيا، محاولات حثيثة للقضاء على طموحك، ولكن ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة. عاطفيا، لا تفكر اطلاقا في استفزاز الشريك، فقد يرد عليك بعنف لم تنتظره منه. صحيا، لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر ل 2 نوفمبر. اليوم يمكنك زراعة بذور بداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيرات في حياتك المهنية، إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحبائك بأنك إيمانا كبيرا وكبيرا وكاملا، وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. يجب أن تعمل عبر الأوقات العصيبة القادمة بروح من الهدوء، وربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل أو فترة راحة قصيرة لحدوث المعجزات. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، ونتيجة لذلك قد تمر بتغيرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية أيضا في الحياة العاطفية. لذلك ابدأ بالتعامل مع المشروعات المعد لها منذ مدة واسرع في العمل. سوف يلاحظ الآخرون هذا المدخل الجديد بإيجابية، وسوف يقومون بدعمك، ولكن يجب أن لا تصاب بالغرور. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المعد لها منذ مدة، ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك، وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. هذا صحيح بالنسبة لحياتك العاطفية. لا تخجل من إظهار هذا الجانب المكتشف حديثا من ذاتك، هكذا يكون التقدم للأمام. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.